ماذا سيحدث إذا التزمت الصمت لمدة شهر؟ هل سبق أن توقفت للتفكير في ضوضاء العالم؟ هناك الكثير من الأصوات الصادرة عن الآلات والإلكترونيات وصخب الجماهير وأصوات الحياة البرية والحيوانات الأليفة وكل ما يخطر ببالك. تحتاج في بعض الأحيان إلى بعض السكينة، وهنا يأتي دور ممارسة الصمت. استمر في المشاهدة لمعرفة المزيد حول ما تنطوي عليه هذه الممارسة، وكيف يمكنها تغيير حياتك، وكيف بإمكانك مواجهة التحدي. لا تنسى النقر على زر الاشتراك وتشغيل جرس الإشعارات للانضمام إلينا في الجانب المشرقي من الحياة. كم عدد الكلمات التي تنطق بها كل يوم؟ قد تندهش عندما تعلم أن النساء يقولن حوالي 16215 كلمة يومياً، بينما يقول الرجال حوالي 15669 كلمة، وهذا بحسب الدكتور ماتياس ماهل في دراسة نشرت عام 2007. وبطبيعة الحال تختلف هذه الأرقام اختلافاً كبيراً بناء على وظيفتك والأشخاص الذين تعيش معهم وعدد من تتفاعل معهم يومياً. هل يمكنك تصور الكمية الهائلة من المعلومات التي تتم معالجتها في أدمغتنا في لحظة ما؟ يمكن للعيش مع هذا القدر من المعلومات في خضم المهام المنزلية والعمل والأسرة والحياة الاجتماعية وأهداف الحياة أن يكون كالقيادة على الطريق السريع بسرعة كبيرة، لدرجة تحيد فيها عن الطريق وتنسى وجهتك. لذلك في بعض الأحيان يتعين عليك أن تستخدم المكابح وتتوقف لتراجع نفسك. قد تأخذ عهداً بالصمت بعد بعض التقاليد الشرقية، أو ربما جربه صديق وأوصاك بها. ربما كنت تبحث عن مزيد من حضور الذهن والوعي في حياتك. أياً كان السبب، يمكن لممارسة الصمت لمدة شهر أن تكون تجربة مخيفة في البداية. إذا تحداك أحدهم الآن للتوقف عن الكلام لمدة شهر، فقد تبعث الفكرة الذعر فيك. يعتقد الناس أن الالتزام بالصمت لفترة من الوقت يعني فقدان شيء ما، وربما فقدان القدرة على التواصل وفقدان الحرية. يعتقدون أنه كالسجن. في الواقع يمكن للصمت لبضعة أيام أو شهر أو حتى فترة أطول أن يمنحك شعوراً بالتحرر قد لا تكون قد اختبرته من قبل، كما يمكنه أن يقوي صلتك مع ذاتك ويعطيك إحساساً حقيقياً بالسلام. إذا توفر لديك الوقت والصمت لتعالج مشكلات الحياة، فستكون قادراً على إيجاد نفسك التي تنتظر اكتشافها. وها هي الطريقة التي يمكن للصمت أن يغير بها حياتك خلال شهر. سوف يرفع الضغوطات. عندما يطرح عليك أحدهم سؤالاً، هل تشعر بأنك مجبر على إعطاء إجابة فورية؟ هذا هو الضغط الغريب الذي يحتم على الناس امتلاك إجابة في كل وقت. يمكن لضغط الرد بشكل فوري أن يجعلك تقول ما لا تعنيه، أو أن ترد قبل الفهم الكامل لما هو على المحك. إن لم تكن مجبراً على تقديم إجابات فورية، فلن تكون دائماً تحت الضوء، وسيؤدي ذلك لتدني مستويات القلق لديك. يتيح لك التزام الصمت أن تحصل على الوقت للتفكير في الإجابة الحقيقية، مما يسمح لك بالتوصل لإجابة خاصة بك. إن الحصول على هذه الفرصة أمر مهم، بخاصة إذا كان السؤال موجهاً أو صعباً، ومن شأنه أن يقود لرد فعل مرتبك. البقاء صامتاً هو من الطرق المفيدة لتكون استباقياً في المواقف العصيبة. سوف يساعد على اتخاذ قرارات أسعد على المدى الطويل. هل تشعر بالضياع أحياناً؟ ربما لا تعرف إلى أين أنت ذاهب، وما هو المشروع الذي ستعمل عليه، أو كيف يمكنك حل مشكلة ما. ربما تواجه تغييراً مهماً في حياتك، ربما حان الوقت لاختيار مهنة، أو أنك تفكر في الانتقال إلى بلد مختلف، أو ربما تفكر في الزواج من شريكك أو مغادرة بيت أهلك. لدينا طرق مختلفة للعثور على إجابات لأسئلة الحياة الأكثر أهمية. يتحدث البعض إلى الأصدقاء أو العائلة، ويبحث البعض على الإنترنت، وقد يلجأ البعض الآخر لخبراء اجتماعيين. كيف تتأكد من أن قرارك النهائي مناسب لك؟ تسمح لك ممارسة الصمت بالتأكد من أنه بالإضافة إلى سماع رأي الجميع حول مشكلتك، فإنك تسمع رأيك الخاص الذي كثيراً ما تخشى مشاركته أو تدفنه تحت كلامك والأصوات الأخرى. سوف يجعلك تفكر قبل أن تتكلم. هل تقول أحياناً كلاماً لا تقصده؟ ربما أخبرت شخصاً ما عن طريق الخطأ
سراً كنت قد وعدت صديقاً بالاحتفاظ به، ربما قلت كلاماً قاسياً لشريكك أثناء شجار، أو أفصحت عن كل تفاصيل حياتك لشخص ليس مهتماً بها. يحدث هذا مع الجميع. اعتاد الناس على الكلام لدرجة أنهم يقومون بذلك حتى في الأوقات غير المناسبة، ولا يعرفون كيفية التوقف. في بعض الأحيان يكون الكلام وسيلة للتعبير عن أفكار القلق والتوتر، لكن الحديث الذي لا نهاية له قد يمنعك من إيجاد حل. التزام الصمت ليس أكثر بساطة وحسب، بل إنه يمنعك أيضاً من قول ما تندم عليه. علاوة على ذلك، فإن القدرة على التحدث بعبارات بسيطة ومختصرة وصادقة هي دلالة على الحكمة، سوف يجعلك تشعر بالراحة مع الصمت. هل تشعر أنك بحاجة لملء الصمت بالكلمات؟ أو ربما تعرف أحداً لا يمكنه السكوت للحظة واحدة، فعندما تراه قادماً تعرف أنك ستفقد راحة البال. الكثير من الناس يربكهم الصمت ويجدونه مؤلماً حتى، بخاصة خلال التفاعلات الاجتماعية. عندما تمارس الصمت ستتعلم كيف تجلس في غرفة مليئة بالناس وأنت تعلم أنه ما من خطب في بعض الصمت، وسترى أيضاً كيف أن الصمت هو أحياناً ما تحتاجه للتعمق أكثر في النفس ومشاركة المزيد من المعلومات عن ذاتك. سوف يجعلك مستمعاً أفضل إذا كان أحد أصدقائك يخبرك كل ما يتعلق بمشاكله في العمل، فمن الطبيعي أن ترغب في تقديم حل للمشكلة. لكن في بعض الأحيان كل ما يحتاجه الناس هو وجود شخص ودود يستمع إليهم، وبمجرد أن يستمع شخص ما لمشكلتهم يخفف هذا من القوة السلبية للمشكلة بما يكفي لإيجاد الحل. إن من الأقوى بكثير أن يتوصل الشخص لاستنتاجاته الخاصة. عندما تمتنع عن ملء المساحة بالصوت ستصبح أكثر قدرة على التحكم في أمورك. يمكنك أيضاً إذا ركزت على التواصل المباشر بالعين أن تلاحظ إشارات لغة الجسد والمعلومات التي لا تتم مشاركتها شفهياً. سيتيح لك هذا الولوج لخبايا قلوب الناس، وقد تدرك أنك معتاد على مقاطعة الناس عندما يتحدثون. سوف توقظ صوتك الداخلي. يملك كل شخص ذلك الصوت الذي يجعلك أنت أنت. متى كانت آخر مرة استمعت له؟ مع تقدمك في السن ومواجهتك للمزيد من التحديات والمسؤوليات، قد يصبح من الأصعب الاستماع لذلك الصوت الداخلي. يمكن أن تمر الأيام والأسابيع والأشهر وأنت في وضع ثابت تعيش الروتين وتنسى التفكير في الحياة ملياً. البقاء صامتاً يعني أن لديك الفرصة للاستماع إلى ذلك الصوت. استمع إلى ما يريد وكيف يشعر، ما إذا كان سعيداً أو حزيناً، وإذا كان بحاجة لتجربة شيء جديد لتحقيق المزيد من الرضا عن الحياة. إن الاستماع إلى ذلك الصوت الداخلي هو مثل إغراق رأسك في دلو من الماء البارد، لكنه قد يكون ما تحتاجه لإخراجك من فوضى الحياة. إذا كان هذا يبدو وكأنه ما تحتاجه الآن بالضبط، فقم بتجربته. ولتحقيق تجربة متكاملة، يمكنك تقليل مستوى الضوضاء في بيئتك من خلال إيقاف تشغيل الأجهزة الإلكترونية والانخراط في قراءة كتاب أو الذهاب في نزهة على الأقدام لتجدد صلتك بالطبيعة، أو مارس اليوغا أو التمارين في المنزل. ستكون حبالك الصوتية سليمة تماماً بعد ذلك. ستظل قادراً على الصراخ والغناء في الحمام وإزعاج صديقك بثرثرتك، والفرق الوحيد هو أنك ستشعر بمزيد من الانسجام والسلام مع نفسك. إن لم تكن مستعداً لمثل هذه القفزة الكبيرة، فيمكنك بدلاً عن ذلك القيام بتعهد للصمت الرقمي، بالابتعاد عن وسائل الإعلام الاجتماعي والامتناع عن استخدامها لبضعة أيام للحفاظ على عالمك أكثر هدوءً. أخبرنا يا عضو الجانب المشرق، هل ستجرب الصمت؟ أخبرنا في قسم التعليقات، ولا تنسى إعطاء هذا الفيديو إعجاباً ومشاركته مع أصدقائك، وانقر على الاشتراك للبقاء على الجانب المشرق.